معكم لمجمع شياح رياضي ثقافي ببيروت لمتابعه القسم الثاني من المباراه على المركز الثالث بين الفريقين اللي لعبوا الفاينل السنه الماضيه مومنتمن وصلا. كنا بنعرف انه فريق مومنتمن هو حامل لقب بطوله الانديه العربيه وفريق صلا كان وصيفه. على الهاف تايم فريق صلا متقدم 44-26، مومنتمن بتذكر ما عم بيلعب فول باور بهالجيم، بغيب عنه اثنين من ابرز الهدافين اللي رستم وولتر هارت. عم نشوف ابرز احصاءات اول تو كوارترز ولاحظوا الفيلد جول برسنتج قد ايه افضل عند صلا، 44% مقابل 30% بس عند فريق مومنتمن. كمان 3 بوينتس افضل عند صلا، الفري ثروز افضل، الريباوندز افضل، الاسيست 15.6، ستيلز ما عدا بس البلوك شوتس، نحن افضل بوحده 4-3. ستاتس بياكدوا انه الفريق المغربي كان عم يختار تسديدته بشكل افضل، الفريق اللبناني عم بيلعب لعب جماعي اكثر، 15 اسيست ب6، ايضا على الريباوندز عم يكون مسيطر اكثر من الفريق اللبناني. لاحظوا 10 ريباوندز اوفنسيف ريباوندز عفوا مقابل 2، 10 اوفنسيف ريباوندز مقابل 2، هالشيء بيعني كثير بهالجيم، يعني في سكند شانس عم تطلع على فريق صلا وعم يستفيدوا ويرجعوا منها ليسجلوا باسكت. احصاءات اذا الهاف كثير مهمه على امل انه تتغير بثاني هاف لصالح فريق مومنتمن اللي مش عم نشوفه بالتشكيله ذاتها اللي بدات المباراه. تحدي ديانك جونسون تحت السله على البوزيشن 2-3، عندنا زينون وستيفان، وعلى البوزيشن 1 سيفاك كاتينشا. بوقت تشكيله فريق صلا مغير عن التشكيله اللي بدات المباراه، عم نشوف انور الغازي ستارتر، عبد العليم موسى عام 22، نجاح عبد الرحيم بلش ستارتر بهالكورتر الثالث بظل غياب سفيان كوردو، ولا يزال ياسين على مركز صناعه الالعاب. كنا شفنا كمان دخل بدلا منه بالكورتر الثاني اللاعب عبد المجيد مدني. عوده المباراه ما تنسوا الساعه 8:30 على الام تي في، الموعد مع المباراة الأقوى فاينل ليدي بيروت مع الاتحاد الاسكندري، مع تكون أكيد مع توني بارود فيها لايف على ام تي في، على أمل يبقى اللقب بلبنان بعد ما كان السنة الماضية مع نادي مومنتمن، يبقى ببيروت مع نادي بيروت هالمرة مستضيف هالبطولة بمجمع الشياح. كمان في لغط معين على ناحية أرقام اللاعبين، لا يلا بداية المباراة بأصبع الثاني طبعا كله تمام. يلا يا حكم، يلا يا حكم. سيفاك ستيفان عليه رقابة من ولي سالمن، سيفاك للحديديان سلم راس البوتي حلوه كثير تحت السله، برافو جونسون دهان. كويس مريره حلوه كثير كانت من الحديديان لكويس جونسون. ياسين نجاح حلوه كثير لياسين، فيك اثنين بيرجع لنجاح، لاعب حلو كثير من فريق صلا، حلوه كثير تمريراتهم للفريق المغربي. لاحظوا كنا شفنا قبل كمان تمريره حلوه من نجاح ترجع لياسين، ياسين لنجاح اللي بيسجل نقطتين والفارق 20 لاول مره عم تشوفه بالجيم بين الفريقين. ستيفان لجونسون لهديديان مقطوعه بترجع لزينون لستيفان بايزي لي اب، حلو كثير حلو كثير الاسيست. ستيفان مسجل نقطتين جديد وصار رصيده 9 نقاط لي ستيفان، عم يلعب اليوم بشكل غير اعتيادي بالرقم 8 بدلا من رقم 9 بظل غياب الي ريستون. جدو ناس يجيب بدلته ستيفان على الملعب، اخذ بدله ارنستون الغائب عن هالمباراه. سيفاك عيد كثير لستيفان عن الزاويه بيسدد وبينجح، ستيلي ستيفان عم يكون ممتاز عن 3 بوينتس بهالبطوله، يرفع رصيده ل 12 نقطه لي ستيفان، بقلص الفارق ل 18 او ل 15. عمل ياسين نجاح ميد رينج شوت نجاح ما بتنجح، يلا يا شباب ريباوند يعني. ولي سالمن خطا ستيفان، لا يا لي لا يا لي خلا يا لي ثالث خطا عليك، انتبه عم تلعب كثير منيح
فريق عمتر محتاج كتير لإليه، خاصة انه دخل باجواء الجيم منيح مع انطلاق الكورة الثالث. ياسين تحت السلة لانوار الغازي، مقطوعة، برافو دعانا ستيفان سالمان على ثلاث نقاط، بينجح ريباوند ريباوند. لاحظوا 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 الاوفنس ريباوند ريباوند شو اكتار لصالح صلا بهالمباراة. ميد رينج شوت ما بينجح فيها لاعب موسى، ترجع كمان بجديد، كثير في اوفنسيف ريباوند كثير كثير لفريق صلا، كمان نجاح الا ما يسجلوا اخر شيء فريق صلا من هالمحاولات العديده، الا ما يسجلوا فعلا يعني خلص 3-4 اوفنسيف ريباوند الا ما يصفروا عن سله بالنهايه. وقت 48-31 في بوشينج فاول هون، اوفنسيف فاول من مين؟ نرجع نشوف مين اوفنسيف؟ كريس جونسون، بس يبدو انه كمان حكم اخر كان صفر خطا على انور الغازي، حكمين مع بعض هنشوف القرار. طابة بتبقى لفريقهم ستيفانا سيفاك زينون، اوعى زينون يعني تراب على زينون، نجحت مع موسى اللي بكل سهوله بسجل بايده الشمال، لاعب يساري ممتاز جدا صار رصيده بالجيم 17 نقطة، بيقرب على معدله بالبطولة، معدله 23.2 تقريبا بالماتش. حديديان لا ستيفان، اوعى يا شباب نستيل، ترجع لستيفان لا 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 الافضل كانت تطلع بالاوت ليستفيد منها غين هون فريق سلا، لحسن حظنا ما سجل هالسلة السهلة نجاح هون. زينون زينون لسيباغ مرة جديدة، زينون عن ثلاث نقاط مرتاح عن الزاوية بيسجل، برافو يا كريم برصيده ل 8 نقاط، الفارق بيتقلص ل 16 نقطة، فيت جولد برسنتج بعدها لصالح فريق سلا. ياسين لسالمن مقطوعة، برافو جود ديفنس، ترجع ستيل جديد للفريق المغربي، ياسين من جديد لانور، حلو كثير الباس فيك بيرجع بيطلع مرة ثانية ما بينجح، جود ديفنس من الحديديان وفي اوه اوعى يا شباب اوعى يا شباب ما بتحرز ما بتحرز ابدا، مشكل بين انور غازي و جونسون كريس جونسون. رجع نشوف شو اللي صار تراش توك، اوه هون في كان في بوش صغيره من جونسون ولقط له ايده انور من بعدها وتحولت ل ام ام اي فايت بين الشباب. شو رح يكون قرار الحكم؟ نجاح رجع اشوف الريبلاي، بيطلب منه يجي يشوف الريبلاي عندنا، حكم بيرفض، قرر يتابع الجيم بشكل اعتيادي دون ما يصفر اي خطا على لاعب. يلا عوده باولو بيريكيان الى ارض الملعب، اللاعب اللي كان سجل ثلاثيه باول هاف من الجيم. كريم زينون لمين؟ لا باولو ثلاث نقاط، يا دعانا يا باولو بدي سجلها، ويلي سالمن مرتاح على ثلاث نقاط هالمره، ويلي 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 بينجح ويلي بينجح بيرجع بيوسع الفرق 19 نقطة. باولو نمبر 33 بفريق مومنتمن، بيستلم هو صناعة الألعاب بدلا من سيباغ. جونسون ميد رينج شوت بيسجل، اللاعب الأمريكي صار كثير بارد كمان، لاحظوا الديفنسيف ريباوندز فرق في ووكينج قبل في ووكينج، برافو حكم ووكينج على سالمان قبل السله، نو باسكت. ويلي سالمان معدله البطوله 10.67 مع 4.3 من الريباوندز ب 28 دقيقه من اللعب ضمن البطولة العربية. جونسون تحت السلة لكريم، يلا يا كريم يلا يا كريم، برافو
اللاعب رقم 7 نقطه ال 11 وعم بيقلص الفارق ل 14 نقطه. بعد ما في شيء بالجيم، فريق سلا اذا فقد تركيزه شفنا امبارح شو بصير معه. مثل الاتحاد الاسكندري بيطلع كومبليتلي من اجواء المباراه. هلا اذا بيعمل كامباك فريق مومنت من عليه صدقوني كل شيء بيتغير بالجيم. بعدها مع الفريق اللبناني لمست انور. استلم جونسون كمان نفس الطريقه ميد رينج شوت عم بينجح المره اللاعب الامريكي. انطلاقه سريعه كثير لسالمن، انطلاقه طويله كانت من موسى عبد الله. يلا يا شباب استفيدوا من التورن اوفرز. يلا باولو سكرين من جونسون. في فاول على باولو. انور الغازي رقم 15 عم تشوفه امامنا. الخطا الثالث على انور. فاول واضح على ايده بكل روح رياضيه لاعب المغربي. وعبود عم يتحضر العوده الى المباراه، رح يكون بدلا من جيرار حديدي. وعوده كمان لاعب محمد شوا بدلا من صاحب ثلاث اخطاء انور غازي. جونسون ستيفان شوفي وشين فاول. لا يا حكم عمين فاول. لا 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 خطأ الرابع على ستيفان. ما فيها شيء ابدا غريبة جدا هالصافرة. حطوا بفاول ترابل لإلي بعد باقي 14 دقيقة من الجيم، 4 دقائق من الكورتر الثالث. لحظة شو صار؟ شو فيها؟ ما لمسه لويلي سالمون. كثير غريبة هالصافرة. موسى على البيز لاين ما بينجح بإيده الشمال، بيرجع بيستلم بياخذ أوفنسيف ريباوند مثل العادة. السلة في باسكت للفريق المغربي. برافو جود ديفنس. بس المشكلة دائما عم نقول بالاوفنسيف ريباوندز عم يخسروا دائما على سكند وثيرد تشانس فريق سلا. نسبة ريباوندز كثير اعلى عند الفريق المغربي من الفريق اللبناني بهالمباراة. جونسون ستيفان تركه بعده على الملعب. المدرب مجعس عارف انه فايت باجواء الجيم، حرام يطلعوا لبرا. ادري شوت كمان حلوه كثير. ويس جونسون خلص الفارق ل 14 و نقطته الثامنة لكريس. كمان صفيان كورنو عم يرجع يتحضر للعودة إلى المباراة. ارتكاز فريق سلا. شايف إنه الدفاع ما عم يكون منيح على جونسون المدرب سعيد. سلة مرة جديدة سالمون بيسجل على البورد. تمريرات حلوة، هيدا الحلو عن جد عند الفريق المغربي. تمريرات سريعة بين الفريق. لاحظوا نجاح دغري بيستلم ما طلع هو على السله، رجع اعطى زميله شافه مرتاح اكثر منه. لما سلا يلعب بهالطريقه صعب انه حدا يتفوق عليه. عم تشوف جونسون كمان تسديده لباولو ما بتنجح تحت السله. كريس فاول باسكت. فاول ياسين فاول باسكت حلو كثير لكريس نقطه العاشره. عم تشوف تسديده باولو اوفنسيف ريموند. جونسون بكل سهولة باور دانك. دعانا الرمية 10 نقاط 3 ريباوند لجونسون. عدد قليل من الريباوند يعني هيدا كمان سبب رئيسي اليوم بهال نسبة ريباوند الواطية عن فريق هومنت. إذا كريس جونسون ما عم بجيب ريباوند. ستيفان يلا يا الي كانت بوقتها لو حطها بيرجع. برافو اوفنسيف ريباوند حلو كثير يا باولو بين العمالقة فريق سلا. بدي كان بيسجل 12 نقطة الفارق. نرجع بنشوف من وين جاب الريباوند امام شوا وصفيان. برافو سالمون حصل على خطأ. ويلي سالمون 11 نقطة معدل بالبطولة مع 4.3 ريباوندز و 4.3 اسيست. اليوم معه بس 3 نقاط. ويلي
ومعه خمس نقاط اليوم. عنده 3 بوينت وعنده نقطتين شفناها سجلها من شوي على البورد بعد تمريرة نجاح. نقطة السادسة مع 4 ريباوندز و 2 اسيست. كمان تاني بسجلها فارق فارق عم بيرجع 14 نقطة. دقيقتين لنهاية الكوارتر الثالث صدقوني بينجاب الجيم رغم الغيابات بس شوية تركيز أكثر يا شباب. صفيان لاحظوا التمريرات يعني أوقات بيزيدوها بالتمريرات فريق صلا صراحة يعني صفيان كان مرتاح يطلع يحط التو بوينتس ما بعرف ليرجع عطى الاكسترا باس. على كل حال بستفيد هون من سلة لزيدون حلو كثير يا كريم. نقطة 13 لزينون بيج جيم. سولمان 12 نقطة فرق. يستلم نجاح أو زكريا زكريا لموسى. برافو جود ديفنس من كريم زينون بيجبر موسى على ارتكاب تورن اوفر وخروج زكريا مصباحي أو الفريق كله. تايم اوت لمدرب فريق سالا ليرجلج بيرجع فريقه قبل نهاية الكوارتر الثالث بدقيقة و12 ثانية. Iverson cut, you go here to set him. You dribble this side, four and five. It's better to five and four. You set the elevator, he comes up. Yeah. You clear out, he does it. Yeah, let's go. Let's go. Don't call it, just play. Team, one, two, three. Team. نرجع للكوارتر الثالث المتبقى منه بعد دقيقة و12 ثانية. نشوف سفيان كوردو واللاعب محمد شوا. لاحظوا فرق ريباوندز دبل تقريبا 38 ريباوند لسلا 20 لعمان. الكوارث أكثر بالأوفنسيف ريباوندز لصالح الفريق المغربي. على كل حال بترجع لباولو ورغم شيل الفرق بس 12 نقطة عشان هيك عم بقول إنه الجيم بينجاب لفريق هومنت. حلوة كتير تمريرتك يا ستيفان لجونسون. شو هالباس الحلو والفارق عم يتقلص لعشر نقاط 50 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. رجع الضغط على فريق سلا فريق هومنت رجع يتحمس. ليلى ميدالية برونزية حلوة كتير إيدها حلوة كتير إيدها لسفيان. عنده هالهوك شوت كتير ثابتة إيده اليمين لما يطلع بإيد وحدة على السلة. سفيان كوردو اللي معه بهالجيم 10 نقاط صار. كريم باتريك لمين؟ لستيفان يلا يا الي يلا يا الي بوقتها 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 يا ستيفان ايه بوقتها يا ستيفان بوقتها يا الي. الكوتش تركك رغم اخطائك الاربعه صار معك 15 نقطة 10 ثواني فرق 9 نقاط بس حمية المباراة رجعت. ويلي شو بيعمل سولمان اخر ثانية تزبط خلص ما في باسكت حتى لو سجل اللاعب المغربي ما في باسكت 9 نقاط اذا بيخلص الكوارتر الثالث تقدم لفريق سلا. كل شيء ممكن يصير بالكوارتر الرابع ومنتمن ليلى ينهي البطولة بميدالية برونزية.